بنعمل دورات عشان الولاد برضو بيحصل تعارف بينهم، وبنشوف احنا في نفس الوقت بنلاقي الولاد المميزين اللي بناخدهم يشتركوا في دوري المنطقه به على مستوى المنطقه في القاهره. دي بتطلع لنا برضو النماذج الكويسه الحلوه اللي احنا بنتمنى يعني نلاقيهم، اللي هم عندهم مواهب بيشتركوا وبعدين بيلعبوا ماتشات والتحامات مع جميع الفئات، اللي ساعات في ضعاف في اقوى منهم في يعني متوسط، فبيزيد الولد في اللعب. طول ما الولاد بيشتركوا في الماتشات زي الفرق الكبيره بالظبط، لما بيلتحم في دوريات دوليه او منتخبات او الحاجات دي مستواه بيزيد. فاحنا الحمد لله بنعمل الدوره بتاعت تاني سنه، الحمد لله بنعمل الدوره. كابتن شطه مدير الاكاديميات بنيجي من نقعد معاهم هنا وبنتعرف على المستوى بتاع الولاد وشغل الاكاديميه، ومدير الاكاديميه كابتن تيسير بدوي طبعا مسك الاكاديميه بقاله مثلا شهرين، الحمد لله المستوى بيتقدم طبعا في الغردقه.